هنا وبالمنطقة الصناعية ابن باديس في قسنطينة وبقدرة إنتاج تلامس 60% من السوق الوطني في مجال مخفضات الصوت للمركبات، يواجه هذا المصنع مشكلة ضيق المكان الذي أجبر مصيريه على تقليص عدد العمال وتخفيض نسبة الإنتاج. كانت عندنا لساع وين نحطوا لاماتير تاعنا وين نجي نستوكي، درك عاد عندنا ضيق، درك باش دير لازم واحد يفوت باش يخلي الاخر، كنا نقدروا نمشيو ليبر عندك وين تحط السلعه تاعك عندك، درك راهي ازمه كبيره. انت عندنا فوق 70 خدام، ودرك تحتمت عليا كان كمسؤول الورشه هذه، سرحت عمال منهم ما عندنا لي سومي رومورك اللي عندنا، سرحت من الشوفره تاعهم، تكدقت علينا بزاف ما لقيناش كيفاش نخدموا. المصنع الذي كان يوظف ما يفوق 70 عامل بات اليوم يواجه مصير الغلق وتسريح كل العمال بسبب مشاكل إدارية عجز مسؤوليه عن حلها، مناشدين السلطات العليا في البلاد لإيجاد حل يعيد الحياة إلى هذا المصنع الذي بإمكانه أن يساهم في بناء الاقتصاد الوطني. في الوقت الحالي رانا عندنا نسرحوا في الخدمة بسبب الضيق، ملي كانت تقريبا 70 عائلة اللي هي 70 عامل، معناتها 70 عائلة راهي تستقات من هذا الواحد، دركا رانا وين ما لقيناش رواحنا سرحنا تقريبا 40 عام، يا راهي بقات غير 30. نطلبوا من رئيس الجمهورية انه يشوف للوضع تاعنا ويدير لنا حل في اقرب وقت، تراكش المؤسسة راهي راح تتعرض للغلق وهذا يأثر سلبا على الشركة وعلى العمال وعلى الاقتصاد الوطني. رغم تواصلنا مع المسؤول الأول عن مركز الدراسات والإنجاز في التعمير لأخذ توضيح حول القضية إلى أننا لم نتحصل على رد، لتبقى بذلك شموع هذا المصنع تنطفئ واحدة تلو الأخرى.